هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. منذ إعلان خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب رسمياً، بيستمر الحديث عنها وعن زوجها السابق حسام حبيب. الحديث مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لازم يكون فيه اول رد فعل من تعليق حسام حبيب على موضوع طلاقه. ومش تعليق حسام بس، كمان تعليق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب. الحقيقة رد فعل حسام كان رد غريب جدا، رد غير متوقع. هقول لكم على رده بعد الفاصل، فضلا وليس امرا نضغط لايك للفيديو. تخيلوا رد حسام حبيب على خبر طلاقه من شيرين عبد الوهاب كان ايه. حسام حبيب قال ان هو ما يعرفش حاجه عن خبر طلاقه منها، وهنا كان رد فعل غريب جدا. على الرغم ان شيرين عبد الوهاب اكدت لبرنامج الحكايه خبر طلاقها، وقالت ان هي كويسه جدا وان هي في اتم صحه، وان الموضوع والطلاق تم بشكل حضاري. لكن الحقيقه الجمهور استغرب جدا رد فعل حسام. اعرب البعض على انه رافض تماما فكره الطلاق او الاعلان عنها. وكلنا عارفين طبعا ان طلاقهم ده جه من تدخل حسام في اعمال شيرين الفنيه. حسام كان بيحاول يبعد عنها اي حد يقرب منها، والغلها في الفتره الاخيره حفلات كتير جدا. الامر ده تسبب في تراجع شيرين فنيا. كمان رفضت عرض صديقتها احلام بالظهور معاها ببرنامجها الجديد، وكان معروض عليها في الحلقه حوالي 15 مليون جنيه، وحسام تسبب ليها ان هي ترفض العرض ده. الامر ده تسبب لاحلام في الصدمه. لغالها حفلات ولقاءات مع صحفيين ومع إعلاميين كتير جدا. الحقيقة حسام كان بيحاول يبعدها عن كل الناس، وهنا طبعا يبقى السبب غير مفهوم. ولو جينا فكرنا، يا ترى حسام أعماله الفنية إيه؟ إيه مخططاته الفنية؟ هنلاقي إن النتيجة صفر. حسام على الرغم إن هو عنده موهبة، لكن ما بيستغلهاش نهائيا، وشغال مدير أعمال شيرين عبد الوهاب ليس أكثر ولا أقل، وبيتحكم فيها، والأمر ده تسبب في مشكلة كبيرة جدا ما بينهم. وفي النهاية الموضوع زي ما كلنا سمعنا وعرفنا وصل للطلاق. والحقيقة شر البلية ما يضحك. دلوقتي بقى هنشوف أول تعليق لمحمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين. احنا عارفين طبعا ان هو كان في خلاف دائم مع حسام حبيب، وان في الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كبيرة جدا ما بينهم. المرة دي بقى تعليق محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب كان الحقيقة مضحك جدا وكان غريب. تخيلوا قال ايه. قال التعليق اللي انتوا شايفينه معايا دوا: الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيها، ربنا يصلح ويبعد عنها اي شر، يبعد عنها الناس الزباله اللي شبهه. مين دي يا سميحه؟ واحده صاحبتك دي؟ ايه ده يا بابا، مش عارفه لوسي مين دي يا بنتي، انا ما شفتهاش قبل كده. ترى لك ايه يا بابا؟ ده ولد. ده ولد؟ بسم الله. وده طبعا كان رد محمد عبد الوهاب شقيق الفنانه شيرين عبد الوهاب. اول حد من اهلها اتكلم في موضوع الطلاق. اما جمهور شيرين بقى الحقيقه بدل ما يكون زعلان، يعني الجمهور عاده بيكون زعلان لما بيحصل حاله طلاق ما بين اي كابلز في الاوساط الفنيه او في عالم المشاهير، ولكن اول مره الجمهور يكون فرحان ويقولوا مبروك لشيرين. وده لان بالفعل الجوازه دي خلت شيرين خسرت كتير جدا، خسرت ناس كتير جدا من جمهورها، كمان خسرت على المستوى الفني وعلى المستوى الاجتماعي. ولكن هنقول الازمات اللي ما بتكسرناش بتقوينا. بنتمنى لها في الفترة اللي جاية التعافي من هذه العلاقة اللي دمرت كتير من حياتها الفنية، وإن شاء الله ننتظر الكثير منها. شيرين صاحبة صوت قوي، علشان كده الجمهور بيحبها وبيتابع أخبارها أول بأول. والكل محبي شيرين، ياريت نوجه لها كلمة من خلال التعليقات. لحد هنا النهاردة ننهي حلقتنا. طبعا الحلقة النهاردة حلقة صغيرة، ولكن هي متابعة لأخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب صوت مصر. وأنا بقول صوت مصر لأني بحب صوتها جدا، ولأن بالفعل عندها صوت قوي وحساس بتوصل الكلمة للجمهور وبتدخل قلوبنا فورا. Yeah.